سي سهل ماشي الاخرين كان فينا صاحبي كيغلطوا فيها كتخبي كدوز كتخبي كدوز فاش كيزقل كتخبي كتعطي الاخر حبيبي مزيان هاني مرتاح الله يحفظك خويا عندك شارجور واقع ديال الايفون كاين ما كتشارجيش نتايا ولا عطيتي حتى شي واحد شحال غيتبارك حتى شي واحد ليه مارتش دور الله شي واحد داه لينا ليه اخويا تلقى خصنا هذا واحد نمشيو نقلبوا ما طالعينش ايفون ما عنديش مع الصحة هيا بدأت يا رجل ناري مال درتي لايف لايف سير سير ها؟ لا بدأت يا رجل فيزد اه سير بدأت درتي يا رجل يلا سير مطلب شيت تشوفوا ملا برا ممكن نورمال سميت له اه دابا صافي ماشي كاين مش كيطلع كيطلع غير هادو ما عرفتش كيفاش هاكا بقى تسنى وبقى تدوز راه طلع تست 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 تست
والله حتى الصراحه اكثر من الفريم الاول اللي داز والباندا اللي ضربت حتى السافوت والله حتى كومونتيت عليهم والصوت ما مطلقش. قلب سيني الحلو الله ياخذ فك الحق. انا ما درتش تيست قريت الكومونتير ديالك وما سمعت واش كاين الصوت ولا ما كاينش. هنا محسن صابر دخل على الصفر كي غاطي وفرصة عن التفوت بس ياخذ ثوازيام بوان ديالو. هنا كيلعب انكو ديفونسيف والله الا خويا اكثر من الفريم اللي داز والباند اللي ضربت السافوت والله الا كنت كنكومونتي عليهم صراحه الجهد ديالي ضاع. صافير كيزقل تسافوت مره اخرى في لاطابل هاد المره الكونفيغوراسيون سهل من قبل ولكن كترجع الكره من ترو ما نعاودوش ديفي ولكن اعتبرني بلا ريكومونتيس تخيلني علقت على داكشي اللي داز. محسن صابر كيت سنوكا كيدير لافوت لانوار كتبقى دايزة في الترو اللي هنا على اليسر مثالي في المتناول عن تستفوت الا اذا دار شي غلط. نشوفو لا غوبلاص صراحه تستفوت از لوكي فهاد لا غوبلاص تستفوت كلاب لينا تسافو سدير لينا هنا يا الحلقة. لقطة صراحة لقطة وانا من تسافو تسافو ترى مو مزيعة صراحة فكاهي كوميدي ممتع
حادة نقاش حادة اخوان رجعنا معكم من بعد واحد النقاش اللي كان حول بعض بعض ملاحظات في السوشة وتلي ان شاء الله من تورنو لتورنو كتحسن ومن تورنو لتورنو كتصحو اغلط ومن تورنو لتورنو كنكتشفوا شي حوايج جداد. الحاجه اللي اكتشفنا دابا هي ان سوت هاوس كتعتبر بطوله فرزاويه، ولكن باش تخلي الفرزه خص يبقى الوقت واللاعب ما خصوش يكونسيدي الفريم كوم كوا اللاعب الاخر كيبقى هو اللي متضرر من الخساره ديال الوقت. يعني يقدر يكون مازالك النوار وزقلتيها والاخر عنده سبعات الحمرات وكتشوف باللي داك سبعات الحمرات راهم امبوسابل غتكونسيدي الفريم باش تستغل الوقت. يعني هنا ما خصهاش تكون، يعني القرار اللي خص ياخذ الحكم انه كل كره حمراء تحسب الوقت ديالها كان سكوند كوم كوا. يعني اللاعب ما غيبقاش انه يكونسيدي الفريم، وهذه حاجه ايجابيه صراحه من اجل الفرزه. ما عرفتش كولي دا خويا الهير شو اي شارجور بان لك تما راس ابيض وكابلي ابيض راه ديالنا. سمعت ومازال ما اكتشفتي والو اخويا اخويا يوسف الحلو. وكنشكر الاخوان اللي كيأيدوا المعلومه اللي قلت، ميرسي بوكو. تسافوت باندا ميليو سكور كيولي 4-3 بقى 12 دقيقة. صراحة هاد اللعبة تلاقاو بزاف مرات مؤخرا، وتاني مرة كيلعبوا اليوم سال الماتش ديالهم بلابيل ربح محسن، ودابا تسافوت ربح ب4-3 وعنده فرصة انه ياخذ 5 بوان. الشارجور ديالي اخويا الحلو رانا اللي وداو لي شارجور. دابا غردوا الكاميرا تسافوت كي كونفيرمي الاربيط لي كواري مقادين تسافوت فلاكاس كي كاسي كي طيح صفر فلاكاس وغالبا غادي يختار صفر. صراحه اللي سوى اللي كيدير تسافوت بيزار صراحه، يعني ضروري خصو يسوق يفتح حمرا باش يخرج، ضروري خصو ما يقدرش زعما يلعب مرتاح. تسافوت كيقلب على الفرز اكثر ما كيقلب على الراحه. شوفو كيفاش غيتعامل مع 3-0 بقاو ليه. تري بيان تستفوت بارفي لا روبلاس لا زون لا نوار. غادي تستفوت خصو يقيس في شي كره ما يمكنش يخرج مرتاح. تري بيان سكور كيولي 5-3 لاكاس عند محسن صابر.
والله لا داو لهيه. شوف شفنا كاميرا راه اصلا غنرجعوا له التشارجر. سكور 5-3. الماتش اللي من مور هذا غادي يجمع ما بين يوسف رحال او مصطفى التيجاني. عطاه مهدي ولا عطاه شي واحد. توزاز كان كيقلب عليه صيفطنا له. تستفوت فرصة باش ياخد تيكي ديال الكاليفيكاسيون للدومي فينال. تستفوت كيزري. شوفوا ثلاثة ديال الحمرين لانواغ غالبا غادي يطيحها افق قريب لينا اغوش. من قبل خصو يقلب على غو بلاص, خصو يأمبوشي هادي ويخرج. صراحة دابا لا غو بلاص لانواغ كتبقى صعيبة, الحمرة راه طايحة. يعني كيفاش غيخرج تسافوت؟ كنظن غيخرج لا تسافوت داز ما بين صفر ولا نوار وما قصت شي حاجة. كتبقى لانوار امبوسابل, ولكن كاين لو ريسك ديال البوسون تا هو يطيح. لا ما طاحش البوسون وما طاحت الصفرة, او لا ما طاحتش لانوار. فرصة عند محسن وخا الفرصة عنده صعيبة. محسن كيغاطي كيخلي لانواغ لتستافوت اللي غياخد سيزيام بوان كيربح. فيليسيتاسيون تستافوت وهارد لك محسن صابير. اخوان دونك كيلكو مينيت نرجعو معكم في لو ماتش اللي غادي يجمع ما بين يوسف رحال كونتخ مصطفى التيجاني. ابيانتو باندا واعر هذاك كل ما ضربتيش هذيك 3-0.